يعطيكم العافية شباب. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الباب السابع في برمجة الوسائط، وهو عبارة عن تكملة لبرمجة واحد. برمجة واحد احنا توقفنا لغاية الباب السادس، أخذنا فيه مكتبات السترينج، تمام، وخلصنا يعني خلصنا المراجعة لغاية مكتبات السترينج. فاليوم إن شاء الله بدنا نبدأ مع الباب السابع وهو التعامل مع الملفات. طبعا بطبيعة الحال ايش هي مكونات الحاسوب؟ وحدة المعالجة المركزية، وحدات الادخال والاخراج، وحدة الذاكرة الرئيسية، وحدة الذاكرة الثانوية. انت فعليا تعاملت مع كل الوحدات ما عدا هاي الوحدة. بس خليني اورجي لك اذكرك ايش الفرق بين المين ميموري والسكندري ميموري. المين ميموري اللي هي الرام اللي بتكون راكبة على الجهاز تبعك، واحنا في برمجة واحد قررنا بين المين ميموري والسكندري ميموري. حكينا انه الذاكرة الرئيسية حجمها بيكون اصغر، مش صغير، أصغر بالمقارنة، لأنه أنت عندك في أجهزة هلقيت فيها 16 جيجا رام، في عندك أجهزة 32 64، فبالتالي بتقدرش تقول إنه هي صغيرة بالمطلق، لكن أصغر من الهارد ديسك، لأنه الهارد ديسك هلقيت الأحجام صارت موجودة بالتيرا. فمن ناحية الحجم مين أصغر من الثاني، هيك بتقارن مع بعض، تحكيش بالمطلق. الذاكرة الرئيسية أصغر من الذاكرة الثانوية، موضوع نسبي. طب مين أسرع؟ تقدرش تقول انه الذاكرة الثانوية بطيئة، لانه هي سريعة، لكن بالمقارنة انه ابطأ من الذاكرة الرئيسية، او بمعنى اخر انه الذاكرة الرئيسية اسرع من الذاكرة. يبقى الذاكرة الرئيسية اسرع من الذاكرة الثانوية، الذاكرة الرئيسية اصغر من الذاكرة الثانوية. شو كمان؟ الاحتفاظ بالمعلومات. بعد ما انت تعمل ايقاف تشغيل للحاسوب، الذاكرة الرئيسية المعلومات فيها بتتبخر، بينما الذاكرة الثانوية تحتفظ في المعلومات. هذا كلام لازم تخليه حاضر في ذهنك، وإحنا فعليا محتاجين الاثنين. ليش؟ لأنه إذا أنت بدك تخزين إنه تحتفظ بالمعلومات بشكل دائم، الذاكرة الثانوية فيش فيها هذه الشغلة. طبعا الذاكرة الرئيسية فيش فيها هذه الشغلة. فبالتالي الذاكرة الثانوية، وفعلا احنا محتاجين للذاكرة الرئيسية. طب ما دام انه الثانوية بتحتفظ بالمعلومات، ليش ما نستخدمها وخلاص؟ لا، احنا محتاجين لذاكرة سريعة، فبالتالي محتاجين للتنين سوا. الذاكرة الرئيسية من ناحية السرعة عشان تلحق على سرعة المعالج، والذاكرة الثانوية انه من ناحية التخزين دائما. انت فعليا تعاملت مع كل الوحدات. وحدة الحساب والمنطق أو الوحدة المعالجة المركزية إيش بتعمل؟ بتعمل العمليات الحسابية والمنطقية، وإنت فعلياً تعاملت معها. كيف تعاملت معها؟ أو خلينا نبدأ بالذاكرة. وحدة الذاكرة الرئيسية كيف إنت تعاملت معها؟ ببساطة لما كنت تقول في البرنامج X بتساوي 10، إنت بتطلب منه إنه يحجز مكان في الذاكرة. فإنت فعلياً في البرنامج وإنت بتكتب كود تعاملت مع الذاكرة الرئيسية تبعتك. كيف؟ طلبت منه انه يحجز لك مكان في الذاكرة اسمه X في قيمة 10. الادخال والاخراج، يبقى هاي تعاملنا معها. هاي تعاملنا معها. الادخال والاخراج تعاملنا معها ولا لا؟ كيف؟ كنا نطلب انبوت من الكيبورد والنتيجة بنطبعها على الشاشة، تمام؟ فبالتالي هاي تعاملنا معها. وحدة المعالجة المركزية تعاملنا معها ولا لا؟ لما تقول X بتساوي الاكس زائد الواي او زائد 5، فبالتالي انت طلبت من وحدة المعالجة المركزية انه هي تعمل لك تجري لك عملية حسابية. وهذا كلام بينطبق على بقية العمليات الحسابية، الجمع والضرب والقسمة والطرح والباور والريمايندر وكل هاي الاشياء. ايش كمان في عندي نوع تاني من العمليات؟ عمليات منطقية. لما انت تيجي تحكي اف الاكس أكبر من 5 مثلا، هذه عبارة عن عملية منطقية.
وإيش بيجي من ضمن العمليات المنطقية؟ أكبر من، أصغر من، أكبر من أو تساوي، أصغر من أو تساوي، تساوي لا تساوي، كلها هاي عمليات منطقية. فأنت فعليا تعاملت مع وحدة المعالجة المركزية. ضايل وين تتعامل؟ مع secondary memories. بالضبط. والsecondary memories كيف بدك تتعامل معها؟ من خلال الملفات، بيانات بتكون مخزنة فيها على شكل ملفات. عندك 7 to 14. تمام. بالإضافة للويب، الويب عدة دروس، فبالتالي أنت بتقيسش حجم اللاندا بعدد الأبواب، لسه المادة زخمة يعني. بطمنك. تمام. يبقى الفايلز شو تعريف؟ هو عبارة عن ملف نصي. على شو بيحتوي؟ على sequence of lines، سلسلة من الأسطر. هي عبارة عن ملف نصي. أنا عارف إنه مش واضح بالنسبة لإلك، عشان لونه واضح؟ ممتاز؟ تمام؟ ممكن أنا أوضح لك إياه يعني. هذا عبارة عن ملف نصي. Hello, my name is Ahmed. I like Python. Python is cool. حدا بيقدر ينكر هذا الكلام؟ كيف؟ Python تمام. تقدرش تزود عليها خالص. اللي بيزود إيش بيعمل؟ بشيل المادة. طيب. مثال تاني على ملف نصي. ممكن انه انا عندك هنا في المستودع، رابط المستودع موجود انت عندك على المدونة. في عنا ملفات نصية كتير. هذا ملف نصي باللغة العربية. ايش يعني ايش بستفيد؟ بورجي لك امثلة على ملفات. طب تحفظ المعلومات هذه في ملفات. ايش يعني العلاقة بالبايثون؟ احنا بدنا ناخذ الان كيف انه احنا نقرا هاي الملفات في البايثون. بس الملفات هذه انا بورجي لك اياها في الاول كيف شكلها. ملف باللغه العربيه، ملف باللغه الانجليزيه. ملف باللغه العربيه اقرا. يرجى العلم لدى جميع الطلاب لن يجتازوا مساق البرمجه بدون ممارسه. اي حدا ببرمجش بايده مش حيعدي الكورس. لازم هذا الكلام لازم تحطه في راسك. تيجي تدرس هيك انه انت تقلب سلايدات او يعني تتفرج هيك على ورق بدون ما انت تحرك اصابعك، لا منفعش. تمام؟ واضح يا شباب؟ استوعبتوا الدرس؟ طيب هنا على سبيل المثال هاي هذا كم سطر؟ 3 أسطر. هذا كم سطر؟ كتير. هاي ايش في عندك في السطر الاول؟ هذا عبارة عن تفريغة بريد الكتروني، برنامج بريد الكتروني فرغنا محتوياته وحطيناها في ملفات نصية. ايش في عندك هنا؟ from المرسل، هاي عنوان البريد الالكتروني تبعه. تمام. بعدين هنا عندك التاريخ والوقت والسنة 2008. بعديها return path. ايش return path؟ والمسار تبع العودة، بمعنى الرسالة هذه ما وصلتش وين ترجع؟ زي ساعة البريد بروح بوصل الرسالة ما لقاش حدا يوصل له الرسالة، لوين بده يرجعها؟ لمكتب البريد. تمام. وهنا انه ريسيفد على من اي سيرفر. تمام. وهذه شغلات تانية، معلومات تفصيلية في البريد الالكتروني. هنشوف كيف بدنا نتعامل مع الملفات مع النصوص هذه ونستخرج منها معلومات. تمام. واضح يا شباب؟ طيب هذا هو العمل فيه نوع الملفات، انه هذه الملفات تعرف كيف تطلعها عن طريق البايثون ونستخدمها. بالضبط. نيجي لاول شغله، بدنا نفتح الملف. لازم يكون في معلومك انه فتح الملف في البايثون، لازم تخبر البايثون انه وين مكان الملف هذا وايش هي العمليات اللي بدك تقوم
فيها يعني تعملها على هذا الملف. في عنا دالة اسمها open، وهذه بدي اياك تتخيلها زي اي برنامج انت بتتعامل فيه في الويندوز، زي برنامج مثلا الباوربوينت، بتروح بتقول لي هنا فايل open بهذا الشكل، تمام؟ بروح بيحدد لك مربع حوار انه انت تختار وين الملف اللي انت بدك تفتحه وبتفتحه. هل انت فتحت الملف معنى ذلك انه انت قرأت محتوياته في البايثون؟ لا. الاوبن بترجع لك حاجة اسمها فايل هاندل، هي عبارة عن متغير لمعالجة الملف. بالضبط، هو عبارة عن فاريابل يستخدم عشان تعمل العمليات المتعلقة بالفايل. ايش هي العمليات هذه؟ خليني اورجي لك اياها هنا. يبقى هاي الفايل هاندل، هذه هي العمليات، تقدر تعمل open read write close، هذه العمليات اللي احنا هتعمل. نفتح الملف مش معناته ان انت فتحته يعني قرأته، لا، في فرق بين الفتح والقراءة، تمام؟ في عندك عملية للقراءة، في عندك عملية الكتابة، في عندك اغلاق الملف، تمام؟ وهي الملف اللي انت يعني الفايل هاندل اللي هو وسيط بينك وبينه، اللي هو هذا الملف اللي فيه انه from return path، نفس العينة اللي ورجيتكم اياها بالضبط، تمام؟ عشان تفتح الملف احنا اتفقنا انه هي بترجع فايل هاندل، عشان هيك انا بحتاج اخزن الفايل هاندل هذا في متغير، انا بختار اسمه، فبختار هذا الاسم لهذا المتغير. شو بياخد؟ two parameters، اسم الملف والمود، الوضعية. طبعا هذه الوضعية في عندي ثلاث وضعيات لفتح الملف، للقراءة read r، كتابة w، احنا بنكتفي بوضع حرف بس، او append. append يعني الحاق، الحاق يعني وين بيجي؟ الحاق وين بيجي؟ في الاخر. فبالتالي بيفتح لك الملف للإضافة، بس وين الإضافة بتصير؟ في آخر الملف، بتطلع وين آخر سطر وبيبدأ يضيف بعدي، تمام؟ اللي هو الـ A، تمام؟ احنا بنحكي وضعية، وضعية فتح الملف. انت يا إما بتفتحه للقراءة أو الكتابة أو تضيف في آخره، ثلاث وضعيات فيش غيرهم، تمام؟ الفايل نيم اللي هو عبارة عن اسم الملف، انا قاعد بشرح هنا لسه ما شرحتهاش، لسه ما وصلت لهاش، لسه ما شرحتهاش، لما اشرحها بتسالني عنها. يبقى هذا اسم الملف، تعطيله في اسم الملف، اسم الملف يا إما بتديله اسم الملف فقط إذا إحنا كنا بنشتغل في نفس المسار، أو بتديله المسار بالكامل لو الملف موجود في مكان مختلف. حدي لكم الحالتين. يعني لاحظ هنا المثال، هي open، يعني خلي بالك هذا إيش نوعه؟ برضو str، وهذا كمان str، تنين أنواعهم str. لاحظ انه اسم الملف اسمه unbox.txt، اسم الملف كوتيشن محطوط مسار؟ لا، بس اسم الملف. شو معنات هذا الكلام؟ انه الملف تبع الكود والملف النصي unbox.txt موجودين في نفس المكان، فبالتالي ما فيش داعي ان انا احط مسار، وحطيته بين كوتيشن يعني string. والباراميتر الثاني اللي هو r، انا فاتح الملف هذا لايش؟ للقراءة. وضعية الفتح، هل أنا قرأت لسه؟ خلي بالك ما قرأتش، بس أنا فاتحه في لوضعية القراءة، والآر هذه أنا إيش حطتها بين إيش؟ كوتيشن، برضو string، تمام؟ يبقى الفايل نيم is string، والآر برضو هي string، وفي عنا W والA اللي أنا شرحت لكم إياها. طيب هجيت لو إحنا عملنا F-Hand stand for، يعني انه هذا اختصار لفايل هاندلر، ف
انت ممكن تختار فايل هاندلر اللي هو عباره عن متغير لمعالجه الملف. ايش يعني معالجه الملف؟ اللي هي اجراء العمليات هذه اللي احنا اتفقنا عليها. لا انت اختار الاسم اللي بدك اياه, ماي فايل, فايل هاندلر, اختار الاسم اللي بدك, هذا متغير انت بتختاره. فتحنا هذا الملف, طبعنا, ايش حيطلع معك؟ هل حيطلع محتوى الملف؟ لا. ايش طلع لك؟ تكست اي او رابر, هذا عباره عن اوبجكت في البايثون اللي هو الاوبجكت تبع الفايل هاندلر اللي هو عباره عن معلومات عن الملف مش محتوى الملف. ايش هي المعلومات تبعت الملف؟ اسمه والمود والانكودينج. ايش الانكودينج؟ الترميز تبع الملف. ايش معنى ترميز الملف؟ طبعا انت عندك النصوص بتتخزن حسب ترميز معين وهذا بيعتمد على اللغه. يعني انت عندك في ترميز معين للغه العربيه, ترميز معين للغه الانجليزيه, الاسبانيه, كل حرف الترميز لا حسب اللغه. في عندك ترميز موحد لكل اللغات اسمه UTF-8 يونيكود. اليونيكود هذا ترميز موحد لكل اللغات, لكن كل لغه في لها ترميز خاص فيها. فبالتالي انه انت تفتح الملف اكيد معلومات الترميز برضو بدها تكون من ضمن المعلومات. هذا كلام خلينا نطبقه بشكل عملي. خليني افتح لك نوت بوك جديد واسميه هنا شابتر 7 فايلز 2, لانه انا في عندي فايل واحد شرحته في الشعبة الثانية. وهاد بدي احط هنا عنوان انه شابتر 7 ريدنج فايلز ان بايثون. وحكينا انه بيطلع لي هنا في الاستعراض الملفات ايش في عندي. في عندي هنا سامبل فايل, هايو شايفه, وفي عندي هنا عربيك فايل, وفي عندي احمد فايل. احمد ما هو ماشي معنا من الفصل الاول, بدنا نخليه يكمل في الفصل الثاني في برمجة 2. هذول الملفات لو انت فتحت على مجلد المشروع, هاي مجلد المشروع, هاي عندك احمد فايل, وهي عندك الارابيك فايل, وعندك السيمبل سامبل فايل. هذول كلهم موجودين في نفس المسار تبع هايو شابتر 7 فايل 2 اي بي واي ان بي اللي هو ملف النوت بوك تبع البايثون. كلهم موجودين في نفس المسار بالاضافه للمجلدات الثانيه تبع البروجكت كله. تمام, ما دام في نفس المسار ببساطه ايش بسوي؟ بروح بعمل مثلا فايل هاندل بتساوي open اسم الملف quotation. ايش اسمه اي ملف بدنا نفتح؟ احمد فايل دوت تكست, طبعا بالاكستنشن وضعية قراءة. نفذ, هاي نفذت معاك. اورجيك محتواها, هل هو محتوى الملف؟ هاي الاحمد فايل. ايش كاتب في احمد فايل؟ هايلو, هالو, ماي نيم از احمد, اي لايك بايثون, بايثون از كول. تمام, هاجيت هنا لما اطبع لك هاي او حتى لو عملت لك اياها برنت, ما احنا اتفقنا انه هي نفس الشيء, نفس المحتوى, نفس الناتج. ايش هو الناتج؟ هل هو محتوى الملف؟ لا. ايش هو؟ زي ما اتفقنا عبارة عن تكست اي او رابر, هو عبارة عن الاوبجكت تبع البايثون الفايل هاندلر, اسم الملف احمد, المود والانكودينج. الانكودينج هذه ممكن تتغير بالمناسبة, انه انا ايش ممكن اسوي لك؟ افتح لك الملف هذا هنا هيك, تمام, واضيف باراميتر تاني واحكي له هنا انكودينج بتساوي على سبيل المثال دكتور مش نعمل وضعية قراءة؟ كيف؟ مش نعمل وضعية قراءة فوق؟ صحيح, بس لسه ما قرأت, أجيت حوجي لك القراءة كيف. أنا بحاول أبين لك أنه الفايل هاندلر
هو عبارة عن متغير انت بتستخدمه عشان تجري عمليات الملفات. انت فتحته في وضعية القراءة، معنى ذلك انه قراءة بس بتقدرش تكتب عليه، بس هل انت عملت قراءة المحتوى؟ لسه. خطوة قراءة المحتوى لسه. وهنا بدي اختار encoding مثلا على سبيل المثال CB12256 أو 65. هذا الانكودينج مش موجود، ممكن نجيب هنا من الانكودينج ستة وخمسين هيك جيب له. هذا الانكودينج 56 مش 65، فبالتالي هذا لما نطبعه لاحظ انه الكودينج حيختلف، الانكودينج حيختلف معك، بدل ما كان UTF-8 صار زي هيك. هذا الكلام كله انا بوضح لك اياه عشان ايش؟ بس عشان تشوف انه الكونيك. لكن لغاية الان خلينا على 2 باراميترز اللي هو اسم الملف والوضعية. فهذا الكلام كله ما بدناش اياه. جاي لك في الكلام. كيف؟ بالضبط بتحدد اسم الملف ووضعية فتح الملف. بدنا نيجي لشغل جزئية مهمة قبل ما احنا يعني نقرأ محتوى الملف نعمل قراءة. بدنا نشوف لو فتحت ملف مش موجود شو بصير. كيف؟ ايش نوع الايرور؟ هاي اللي بيهمني في الموضوع. بدنا نضيفه للستة الايرور اللي موجودة عندنا. ايرور جديد. لا مش تايب ايرور. فهذا الكلام لو عملناه زي هيك مثلا لو استعرضت هنا في عندي سامبل فايل، في عندي عربيك فايل، احمد فايل، في عندي ماي فايل موجودة؟ لا. هاي شغل ايش طلع لك؟ فايل نوت فاوند ايرور مش فايل ايرور، خلي بالك فايل نوت فاوند ايرور. وبدك تضيفه للنيم ايرور والسينتاكس ايرور والتايب ايرور والفاليو ايرور والاندكس ايرور كل هاي والديفيجن باي زيرو ايرور. بدك تضيفه للستة الايرورز اللي معك. تمام خلصنا هذا الموضوع. نيجي للسلايد اللي وراها، نيجي لوضعية النيو لاين. لازم أكد لك على هذا الكلام في وضعية النيو لاين. النيو لاين هو عبارة عن كنترول كاركتر. لما أنت تعرض السترينج هذا كرو سترينج زي هيك إنه بكون شكله زي هيك. وقتيش إنه هي إنه يعني بتتفعل عند الطباعة. هذا كلام على سبيل المثال أنا عندي هاي تكست بتساوي هاي سلاش ان ذير. هاي حقيقة التكست هذا هاي أعرض لك إياه كارو تكست. هاي السلاش ان لسه موجودة. متى يعني بتاخد تأثيرها؟ في البرنت. برنت تكست فعلا انه هنا راح نزل لك سطر جديد. نزل لك اياه سطر جديد. نفس الاشي بالنسبة للسلاش تي. برضو هو عبارة عن كنترول كاركتر. حاول اقول لك انه السلاش ان متى بتاخد تأثيرها؟ بالضبط عند الطباعة عند العرض، لكن انه هي موجودة من ضمن الكاركترز اللي موجودة في النص. كيف؟ بعد وتتخزنت ككاركتر. عشان هيك لما اجي اقول لك لين اكس سلاش ان واي ايش الناتج؟ كم حرف هدول؟ ما تقول ليش حسب. هذا اللي قدامك كم حرف؟ اثنين ثلاثة. عندك الاكس كاركتر اللي بيقول اثنين، ايش هما الاكس والواي والسلاش ان؟ مش كاركتر؟ لكن كنترول كاركتر مش كاركتر عادي. بالضبط كنترول كاركتر بيعمل كنترول. ايش الكنترول اللي بيعمله؟ بينزل لي سطر جديد. يبقى ثلاثة.
ثلاثة سلاش تي كم حرف هدول؟ برضو ثلاثة مع انه تأثير سلاش تي انه هو بعمل لك مسافات كتيرة يعني شو؟ السبيس العادي بنحسب تمام؟ هنا اعمل برنت للإكس سلاش تي واي لاحظ؟ لكن هما في هو كنترول كاركتر مش كاركتر عادي. ايش يعني كنترول؟ انه بتحكم لك بالضبط. اه هي سلاش تي كيف؟ مش سامع. انه انا بحكي لك انه الكنترول كاركتر هو عبارة عن كاركتر يحسب تمام؟ و انه تأثيره انه للتحكم. ايش يعني التحكم؟ انه بنزل لك سطر جديد او بعمل لك تاب زي هيك تمام؟ حكيت فعليا انه لما اجي احكي لك هنا انه كل ملف عفوا كل يعني انه التكست فايل هو عبارة عن مجموعة من الاسطرز انه بيكون في عندك سلاش ان في الاخر فعليا بيكون في سلاش ان في الاخر كيف؟ طبعا يعني كل سطر تعال اطلع هنا انه هلو ماي نيم از احمد هاجيت هذا بدي امسح لك اياه زي هيك هاجيت هذا السطر ايش معناته؟ انه انت في عندك هنا سلاش ان وهنا سلاش ان وهنا سلاش ان هذا كلام خليني اشوف لا في عندك في واحد واثنين بالضبط خليني بس في البريفرنس لا هذا عبارة عن تكست إديتور عادي لا محرر زي النوت باد عندك في الويندوز انا ما اقدرش اظهر لك هنا السلاش ان يعني زي النوت باد بلس بلس برضو في السلاش تي نفس الجزء هنا في سلاش تي تمام ففعليا انه بعد كل سطر في سلاش ان فعليا بعد كل سطر في سلاش ان نيجي لقراءة الملفات فعليا انا في عندي طريقتين لقراءة الملفات امنع الكلام يا استاذ في عندي two ways الطريقة الاولى انه انت تقرأ الملف line by line سطر سطر الطريقة الثانية انه تعمل قراءة ل whole file نيجي للطريقة الأولى إنه إحنا نعمل إنه read file line by line فعلياً بدي أفتح إنه file handle بتساوي open ملف اللي بدنا نجرب فيه أحمد file text read كيف أقرأ سطر سطر باستخدام الفور نعم for line in file handle
برنت لايف. بقرا سطر بيطبع لك اياه، بقرا سطر بيطبع لك اياه، وهكذا. شوف كيف هنا في عندك تاب، تمام، وهنا في عندك سلاش ان، بس ليش هنا في سطر فاضي؟ كيف؟ وكذلك انه البرنت بتطبع لك النص في سطر لوحده. يعني يعني هنا انا مش عامل سيف للفايل لانه في اسطر كتيرة. استنى اعمل سيف للفايل وهذا ارجع اشغله تاني هيك، تمام. في فرق بين انه انت تعمل برنت هلو وبين انه انت تعمل برنت هلو سلاش ان. بالنسبة لك هلو وهلو سلاش ان في فرق؟ اورجي لك الفرق لما اعمل سيل جديدة. شايف هنا في مسافة تحت، هنا في سطر جديد، وهذا اللي صار هنا. طب كيف نتخلص منها؟ كيف؟ جربت ستريب. شباب اوعك تلخبط بين ستريب وسبليت. سبليت بتقطع لكلمات، ستريب بتزيد لك الزوائد من اليمين واليسار. وانا في عندي سلاش ان على اليمين، فبالتالي انه هنا لاين دوت، شايف؟ قارن هذا مع هذا، يبقى البرنت طبعت لك كل سطر لحال والسلاش ان راحت، فبالتالي انه بنزل لك سطر جديد. واضح؟ كيف بدك تشيلها من الملف؟ هي اصلا موجوده في الملف، اصلا الملف انا بدي اياه يكون عده اسطر زي هيك. هي مخزنه في الملف بشكل اساسي. الملف انا عندي مكون من عدة أسطر، بقدرش أشيلها. إنه أنت تشيلها عارف إيش معناته؟ معناته إنه أنت تسوي زي هيك سطر واحد. هذا أنا بديش إياه، بدي إياه يكون الملف مرتب على شكل أسطر، تمام؟ نعم. لغاية الآن الأمور تمام. خلينا نتوقف هنا، والمحاضرة الجاية بناخذ مثال مع مسائل.